معانا مداخلة مع استشاري الصحة النفسية وسام الخطيب علشان نشوف ازاي بتأثر عاداتنا اليومية على حالتنا النفسية. مساء الخير يا وسام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله، كله تمام؟ كله تمام. طيب احنا كنا بنتكلم من شوية عن الرياضة، وبالتحديد طبعا احنا معظمنا عارفين ان الرياضة دي بتبقى اسمها رياضة صباحية وبتتعمل في اول اليوم، لكن الخبر اللي معانا كان بيقول ان الرياضة كمان تتعمل بالليل قبل النوم. فهل ممارسة الرياضة في العموم بيكون مفيد لينا للصحة النفسية بالتحديد؟ فعلا حقيقي، وده وفقا لأبحاث ودراسات كتيرة جدا. ممارسة الرياضة عامة بشكل مستمر بتحسن من الحالة النفسية والصحة العامة. وأنا كمان أحب أضيف إن في كل مراحل العمر، يعني إحنا بنعود ولادنا من هم صغيرين إن هم يلعبوا رياضة، ده بيديهم ثقة في نفسهم وتقدير لذاتهم. حتى مش بحب أقول عليها مراحل الشيخوخة أو كبر العمر، بس بقول عليها مرحلة الحكمة. دايما لما السن بيكبر بيبقى فيه مثلا تشتت في الانتباه وقلة تركيز، الرياضة بتساعد على اللي ما يبقاش فيه تشتت الانتباه والتركيز بيزيد، فبالتالي ده بيحسن الحالة النفسية حتى لكبار السن. فأكيد طبعا إن ممارسة الرياضة بتحسن من الحالة النفسية. ايه العلاقة يعني بالتحديد، لو تقدري تشرحيها لنا بالتحديد، ايه العلاقة بين الرياضة، انا بلعب رياضة، والصحة النفسية، يعني ايه العلاقة، ايه اللي بيحصل يعني؟ هو السؤال ده مهم جدا. خليني اقول لحضرتك ان ممارسة الرياضة مش بتؤثر على الجسم بس، هي بتؤثر كمان على العقل. بمعنى ايه؟ لما حد بيبقى دايما دائم على ممارسة الرياضة، ده بيساعد على افراز، دايما بنسمع مصطلح هرمونات السعادة، بس كتير قوي بيفتكروا ان هرمون السعادة هو السيروتونين فقط، ولكن احنا عندنا هرمونات السعادة، السيروتونين والدوبامين والاوكسيتوسين والاندورفين. الاندورفين بيفرز بشكل طبيعي عند ممارسة الرياضة، فبالتالي لما الجسم بيبتدي يمارس رياضة، المخ بيفرز هرمون الاندورفين، فده بيدي شعور بالسعادة. فعلشان كده احنا بنقول دايما ان ممارسة الرياضة بتساعد على تحسين الحالة النفسية. فعشان كده، عشان الهرمون ده بالتحديد. Exactly. طب لو حد كان متعود انه طول عمره بيعمل رياضة، يعني بيعمل رياضة بشكل مستمر، وفجأة اتشغل في الشغل او اي حاجة، ظرف معين حصل، وتوقف شوية عن الرياضة، هل نفسيته بتسوء؟ ما هو يمكن ده بقى هيبقى تكملة لإجابة السؤال اللي احنا كنا بنقول فيه ان هرمون الاندورفين بيعلى، او بيبقى مش بيعلى اللي هو يبقى بشكل خاطئ، لا بيبقى بشكل متوازن، فبيساعد على تحسين الحالة النفسية. طبيعي ان اي انسان لما بيكون بيعمل اي حاجة بيبقى عنده شغف ليها في الاول، ولكن في نص المسافة ممكن بيجيله حالة ملل مثلا. فأنا هنا لازم أسأل نفسي، لأن هي دي بتبقى ديبند أكتر على شخصية الإنسان اللي بيعمل كده. أنت بتلعب رياضة ليه؟ يعني أو أنت بتتجه ناحية الرياضة ليه؟ هل حبا في الرياضة، ولا عندك شغف، ولا ممكن يكون حد مثلا بيتعامل مثلا أنه هو عنده زيادة في الوزن فابتدى يلعب رياضة، فبالتالي ده هيعمل له يعني خلينا نقول أنه هيبقى فيه رد فعل سريع للجسم أن يحصل نقصان في الوزن. طب ما هو طبيعي لما أنا هوقف ده مش هلاقي النتيجة المرضية بالنسبة لي، فأكيد ده ممكن يأثر. وخليني أقول لحضرتك هنا مش هنتكلم عن الرياضة بس، أي نشاط أو أي مهارة أو أي حتى حاجة بنتعلمها مش هيكون ليها أي تأثير إيجابي إلا لو كان الشغف موجود ونكون بنعملها بحب. فأز لونج إن ده بيحصل، أكيد هنبقى عندنا يعني حالتنا النفسية دايما هتبقى في راحة. طب هل ممكن ان احنا نكون في يومنا العادي بنعمل عادات خاطئة او عادات مش كويسة، يعني بتأثر على حالتنا النفسية واحنا مش واخدين بالنا؟ خليني اقول لحضرتك ان انا سمعت المقدمة من اولها، حضرتك اتكلمتي عن حاجة مهمة جدا وهي جودة النوم. البني ادم لو بينام كويس دي اول اساس الراحة النفسية. بمعنى انا لو انا جيت نمت بالليل واخر حاجة نمت عليها ان انا ماسكة الموبايل بتاعي بعمل سكرولينج وبتفرج على حاجات ممكن تكون بتأثر عليا، ده بالتالي هيأثر على جودة النوم. مهما كانت عدد ساعات النوم طويلة، لا أنا ممكن أقوم تعبانة ومش قادرة، وحاسة أن أنا مش قادرة حتى استوعب اللي أنا بعمله في شغلي. فبالتالي في عادات معينة، أنا بقول أول عادة إن إحنا لازم قبل النوم بنص ساعة، حضرتك ذكرتي اليوجا ممكن تتعمل تمارين طبعا. خليني بس انا كمان اضيف بقى على اليوجا حاجه تانية يمكن هتبقى اضافه، يعني ان في اكسرسايز بسيط جدا اسمه 3 جود ثينجز اكسرسايز، ده في البوزيتيف سايكولوجي. اسمه ايه؟ 3 جود ثينجز اكسرسايز، ثلاث اشياء جيده نعملها قبل النوم. اوكي. وليه دايما بنقول قبل النوم؟ لان احنا
قبل النوم دايما احنا في كده قاعده في الـ NLP او علم البرمجه اللغويه العصبيه، ان عقلنا اللاواعي دايما بيطبق على اخر تجربه. يعني انا لو نايمه لا قدر الله على احساس وحش، لا انا هصحى تاني يوم لا يمكن اكون مبسوطه. فبالتالي انا لو جيت بالليل عودت نفسي ان انا يوميا قبل النوم بنص ساعه اكتب ثلاث حاجات حصلت لي في اليوم، ثلاث حاجات دي ممكن اكون انا عملتها او اتعملت لي مهما تكون بسيطه، لكن اجرب ان انا اعمل ده، ده هيفرق جدا. طبعا هو هيبقى محتاج تدريب، ولكن هو ليه تاثير على المدى البعيد. وطبعا حاجه تانية بضيفها، ثلاث حاجات ايجابيه اكيد صح، ثلاث حاجات ايجابيه طبعا حلوة. طبعا طبعا يعني ممكن يكون مثلا في فيلم كوميدي اتفرجت عليه او نكته سمعتها او حاجه كده، يعني دي حقيقه. هو في حاجه ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، هو التمرين ده ليه شقين، بس احنا بنبتدي بالثلاث اشياء جيده، بعد كده في ثلاث اشياء جعلتني افتكر ايه الحاجه اللي خلتني اكون مبسوطه، اكون انا عملتها او اتعملت لي، لان انا مش طول الوقت حاسه الحاجه تتعمل لي، انا لازم انا اعمل. يعني في بعض الاحيان في المنح سعاده، زي ما في الاخذ برضو في سعاده طبعا. فهي دي البوينت، فهي دي البوينت. لو كل بني ادم قدر بس قبل ما ينام الاكسرسايز ده حقيقي على المدى البعيد بيبقى ليه تاثير كبير جدا، اللي هو 3 جود ثينجز اكسرسايز. وبرده اللي حضرتك ذكرتيها دي كانت الشق الثاني، ان احنا ممكن بعد كده المرحله اللي بعديها ان احنا حاجات، اصل بصي الايجابيه اكيد هتخليني ابتسم وابقى سعيده، بس هو يمكن هي بتبقى زي ثيوري كده. واول حاجه اول ما اصحى ان انا اعمل ثلاث حاجات بمتن ليها، يعني ثلاث حاجات الصبح وثلاث حاجات قبل النوم بنتمي ليها. امتنان، امتنان. يعني انا امتنان، بمتن امتنان. الامتنان مهم جدا، الامتنان مهم جدا، وعاده مهمه جدا ان الانسان يصحى الصبح يمتن. احنا بنقول ثلاث حاجات بس، مش لازم تكون حاجات كبيره كبيره. يعني انا دلوقتي بمتن ان انا صحيت الحمد لله كويسه، عارفه اتنفس، هقدر امشي، هقدر اعيش يومي الطبيعي، هي دي حاجات امتن ليها. فكل يوم لما انا بس افتكر الثلاث حاجات بتاعه الصبح في الامتنان وثلاث حاجات جيده قبل النوم بنص ساعه، على المدى الطويل اكيد هيبقى ليها تاثير ايجابي. في ناس كمان يعني لما تبقى متضايقه تقوم مثلا او تقول انا هنزل اعمل شوبينج، وفي ناس تتجه للاكل على تاكل بكميات معينه او تاكل حلويات، في ناس تقوم تطبخ. يعني هل الحاجات دي فعلا بتاثر على حياتنا النفسيه، ان احنا نقوم نعمل حاجه بنحبها، تسمع حاجه بنحبها، فبتعدل من حالتنا النفسيه؟ هي اكيد هتعدل الحاله النفسيه، بس خليني اضيف ان هي هتبقى سعاده مؤقته، لان حضرتك ذكرتي في السؤال انا لو متضايقه، طب ما هو ده التريجر، انا المثير بتاعي او الفكره بتاعتي ان انا متضايقه. فبالتالي بدل ما اعرف انا متضايقه ليه، قمت خبيت انا متضايقه ليه وقمت اعمل اي سلوك تاني. وخليني برضه اقول لحضرتك، ما هي اي فكره هي بينتج عنها ايه؟ شعور وسلوك. فانا لو فكرتي ان انا متضايقه، بدل ما اشوف انا متضايقه ليه، لا انا انكرتها، لكن قمت ان انا اعمل شوبينج او اطبخ او وات ايفر. دي بقى ديبند على طبيعه الانسان نفسه. في ناس ثانيه تقدر تعمل ده وبعد كده تعيش حياتها الطبيعيه وتقدر ان هي تواجه مشاعرها ما تنكرهاش، لكن في بعض الشخصيات ممكن الموضوع ده لو فضلت تستمر عليه ممكن يتحول لشوبينج اوبسيشن او يتحول لايتنج ديس اوردر مثلا. ايه نوع من انواع الادمان؟ يعني ادمان الشوبينج او ادمان الاكل او كده؟ بالظبط، لان هي السعاده المؤقته دي يعني هي بتتعمل في لحظتها، بيقال عليه الدوبامين المؤقت. ولكن لو دي حاجة بتتعامل مثلا زي ما حضرتك قلتي مثلا حاجة في ساعتها أو مؤقتة، يعني بس تكرارها أنا بشوف إن أهم حاجة عشان بني آدم يعيش في حياة نفسية سوية وصحية وهو يكون مرتاح، إن هو ما ينكرش مشاعره ويتقبل نفسه. ما ينكرش مشاعره يعني لو أنا متضايقة أقعد أقول أنا متضايقة، مش لازم أقول ما هو أنا مش هقول أنا متضايقة بالشكل ده، أنا ممكن أضيف دايما كلمة لكن. انا متضايقه كلمه ايه؟ اضيف دايما كلمه لكن، يعني انا متضايقه ولكن انا ان شاء الله هعمل. يعني اعرف ازاي ما اعملش سكريبتنج لافكاري. ما هو في حاجه اسمها يعني التوكسيك بوزيتيفيتي، انا مش معنى ان انا متضايقه فانكرها فانا عندي مشكله ولكن انا مبتسمه طول الوقت، طب ما هو هيبقى في تراكمات. فانا دايما على قد ما اقدر اواجه مشاعري، اخرج الشعور، اطلعه، واخرج المشاعر دي، وانا ما اكبتهاش، ولكن دايما اقول ان انا هتحسن او هبقى احسن او هتعدي او الكلام ده. لازم دايما اقول كده علشان امرن. ما هو احنا مشكلتنا كل، انا دلوقتي وانا بتكلم مع جيهان بتكلم ازاي؟ بتكلم بعقلي الواعي هو المتحكم في الحوار، لكن في عندنا عقل تاني اسمه العقل اللاواعي، ما بيش بيميز، بيبقى عامل زي البلاك بوكس اللي بيدخل له كل المشاعر نيجاتيف بوزيتيف ايا كان. فلما بيحصل اي موقف اللي بيحصل ان انا بستدعي الافكار السلبيه، فانا بالتالي لازم امرن نفسي.
عشان كده قلت لما نقول حتى انا متضايقه اقول انا متضايقه ولكن هعمل، لان هو ما بيفهمش النيجاتيف. فالفكره كلها طب نصيحه عامه يا وسام للناس اللي مثلا عندها مشكله نفسيه او حالتها النفسيه عندها يعني احساس انه متضايقه مخنوقه، تعمل ايه؟ المتضايق او المخنوق هتختلف اكيد من شخص للتاني، لكن خلينا نقول نصيحه عامه. احنا بندور علشان نقدر نعيش حياه سويه حاجه اسمها مصطلح انا بسميه حتى لما عملت الدكتوراه في الباك سايكولوجي اسمها ريزيلينس، المرونه النفسيه. كلنا بندور على المرونه النفسيه، لو قدرنا نوصل المرونه النفسيه دي هنقدر يبقى عندنا علاقات صح. ايوه اللي هي ايه اعملها ازاي يعني؟ ما اعملها ان انا هبتدي اول حاجه بالتقبل زي ما قلنا. التقبل، اتقبل نفسي، ما اتكلمش مع نفسي بشكل سلبي. مش قادره ان انت تتكلمي مع حد او مش قادر تتكلم مع حد، الكتابه من اكثر الادوات اللي انا بقول ان هي بتساعد على تفريغ المشاعر السلبيه. بس اتعلم اكتب ازاي، مش عايزه تقري اللي كتبتيه تاني، اكتبيه وقطعيه او قطعه، ولكن عبر عن مشاعرك، لا تنكر مشاعرك، لا تنكر مشاعرك. وتاني حاجه، احنا النهارده بنتكلم عن الرياضه وعرفنا ان الرياضه طبعا بما لا يتنافى مع الصحه الجسديه، يعني لو اكيد لو حد عنده مشاكل واكيد بقى هيروح للاطباء المختصين. بس الرياضه زي ما احنا هو اتكلمنا، لا ليها يعني بمقدمه حضرتك الرياضه ليها تاثير حلو جدا على الصحه النفسيه وعلى الصحه الجسديه. وكمان نقدر ان احنا لما نعمل كده مش هنفكر بقى في المشاكل ساعتها، هنفكر في اللحظه الحاليه. يعني انا لما اكون بعمل اي تمرين انا مش بفكر في اي حاجه غير ان انا دلوقتي عندي تارجت ان انا لمده نص ساعه هشتغل كذا، هعمل كذا. زائد بقى بلاش السعي دايما للمثاليه، الكمال لله وحده. ما اقعدش طول النهار اقول انا هعمل دي بيرفكت، لا احنا مش هنعرف نعمل حاجه بيرفكت. الناس اللي بتفكر تعمل كل حاجه بيرفكت مش بتنجز حاجه. نقسم المهام بتاعتنا. يعني لو قلنا مثلا حد مش قادر يمارس رياضه لكن يقدر يمشي لمده 30 دقيقه، حتى لو مش قادر يعمل ده قسم ال 30. مش لازم الحاجه تبقى 100% صح او 100% مكتمله، ممكن تبقى نسب اقل من كده بكتير، والدنيا أكيد. بتمشي والحياه بتمشي والحاجه بتتعمل. بالظبط، احسن ما اقعد ماجلها عشان تبقى 100% وفي الاخر مفيش حاجه بتتعمل وبضغط على نفسي. دي حلقه ثانيه بقى، دي حاجه ثانيه. خلاص، بشكرك يا وسام على وجودك معانا النهارده. شكرا ليكي، كان معانا وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه.